برون. في البداية نقول أي ثم بر. لا ننطق حرف I بل ننطق the schwa sound، أي صوت schwa. صوت schwa هو حين نقول أ بر. وأخيرا ننطق حرف L فنحصل هنا على برو. برو أي برو أبريل. شهر أبريل أو نيسان. April is the fourth month of the year. April is the fourth. TH ننطقها كحرف ثاء. Fourth. Month. نفس الشيء ننطق TH كحرف ثاء. Month. Of the year. April is the fourth month of the year. أبريل هو الشهر الرابع من شهور السنة. April. ولتعلم المزيد في اللغة الإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا وإلى اللقاء.